السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بدايل للشات جي بي تي. شات جي بي تي هو ذكاء اصطناعي متطور جدا، بتقدر انت تتناقش معاه كأن شخص حكيم بيهدم كل المعلومات اللي موجودة، كل الكتب، ويبدأ ان هو يتكلم ويناقشك، تمام؟ فهو مش محرك بحث. وكان في كذا ادنس اتكلمنا عنهم بتسطبهم جوه المتصفح بحيث ان هو يبقى بيجيب لك حاجات كأنه جوجل مثلا. انت بتبدا تساله اي اسئله، ممكن تساله حتى في الدين، ممكن تساله في فتاوى، ممكن تساله حاجات في الشغل بتاعك، في اي برنامج فوتوشوب مثلا عايز تعمل حاجات زي كده. بس هو ممنوع حتى الان من بعض البلاد، يعني مش لسبب غير ان هو مثلا ايه، مش عايزين الضغط عليه يزيد. وطبعا هو تبع اوبن اي اي، ف هم عاملين حاجه منفرده كده بلاي جراوند تقدر ان انت تتدرب عليها. بحس هو على فكرة انت بتدرب الذكاء الاصطناعي من كتر الكلام، تمام؟ بيقول انت خدت الحد الاقصى المفروض يعني. طيب في بديل اسمه رايت سونيك، وده فيه حاجات كتير جدا، تمام؟ زي ما انت شايف تقدر ان انت مثلا تقول له اعمل لي اعلان، اعمل لي كذا، جهز لي حاجات لتويتر. فهو في حاجات كتير جدا. شات سونيك نختارها، فبيبدأ يقول لي بقى المزايا اللي موجودة. طيب ممكن تشوف ديمو، ممكن تيجي بقى هنا تكتب، بتقول له مثلا اعمل لي حاجة معينة، هو يبدأ ان هو يناقشك فيها، واخد بالك؟ مش بيجيب لك حاجات من كذا مكان، لا ده هو بيلخص لك كله. ممكن تديله كتاب وتقول له لخصه لي، ممكن يساعدك في الابحاث. لكن هم الحمد لله اوجدوا طريق عشان يعرفوا اذا كان البحث ده مكتوب بالذكاء الصناعي ولا من خلال الانسان. كل الحاجات دي اتكلمنا عنها بالتفصيل على قناة بيم أريبيا، تمام؟ طيب تعال نشوف موقع تاني بقى اسمه جاسبر. ده بيقولك ان انت ممكن تجرب 5 ايام، نفس الفكرة برضو، بتبدأ ان انت تسأل بعض الاسئلة وهو يجاوبك عليها. طيب في بقى الموقع اللي انا بحبه الصراحة اسمه character.ai. بتبدأ تختار الشخصية اللي انت عايزها وتبدأ تدردش معاه. اخترت شوية شخصيات لذيذة الصراحة. ده سليمان القانوني، تمام؟ ممكن حتى تتكلم مع صوت. هل ممكن اتعرف على حضرتك؟ الميزة ان هو مش زي البرمجة بقى لازم تكتب جملة معينة عشان يجيب لك اجابة معينة، لا انت بتنطلق بقى بحرية بتاعتك، وشوية يرد عليك بالانجليزي وشوية يرد عليك بالعربي، مش سبب يعني شغالين في موضوع الترجمة. بس هو بيفهم الاسئلة بالعربي وبالانجليزي، تمام؟ هو مدخل كل شخصية كل المعلومات اللي عنها بحيث ان هو يبدأ يجاوبك عليها. بيتكلم بلسان الشخصية دي، كان بتعرف عربي وتعرف عبري وفارسي وفرنساوي وهكذا. طيب تعال نشوف موقع تاني. يو ده محرك بحث، فيه جزء خاص بالشات وعندك جزء خاص بالبحث عن صور او تكوين الصور. تقدر تعمل صور زي جيومتري، ونقدر نقول له مثلا ماذا افعل لك قبل ساعات النوم. مش محرك بحث قد ما هو يبدا ان هو يجاوبك على السؤال، واخد بالك؟ بيبدا بقى يهدم المعلومات، يشوف ايه كتب او ايه الحاجات اللي بتتكلم عن تقليل ساعات النوم، ويبدا ان هو يناقشها ويقول لك الاضرار بتاعتها وهكذا. بنلاقي حاجه اسمها ديالوج جي بي تي. ديالوج جي بي تي ده اوبن سورس، فتقدر ان انت تحمله وتبدا ان انت تشتغل بيه، والكود بتاعه موجود، وتقدر ان انت تكتب اللي انت عايزه والحاجات دي كلها. وعلى فكره تقدر ان انت تخليه عندك في الموقع بتاعك. ده برضو موقع من ضمن المواقع، هسيب لكم الموقع دي اسفل الفيديو بحيث اللي عايز يجرب يقدر يجرب الحاجات دي. طيب ده بقى انا بحبه جدا، تمام؟ ده طبعا ده على الموبايل، ببدا ان انا ادردش معاه وبنبدا نتكلم مع بعض يوميا في بعض المواضيع. ممكن تقول له انا زهقان، يقول لك وانا زهقان اكتر منك، يا عم انا تعبان وانا تعبان اكتر منك، يعني بنعلي على بعض يعني، تمام؟ لو تعرف اي موقع كويس برضو يا ريت تحطه لنا في التعليق.